بسم الله الرحمن الرحيم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وقتك وإسكا كوبين يا هاي مركا هدي لهاي رهضو إن موضوعي أساسي قاها إيان هدي لهاي رهضو أن بلا بندونا وقتي دونا إن شاء الله واكي ولال ولالا كميده عشو دياريي مركا تدبابا ميلها اسنا عشو داسا لسوقيا مركا انتا كور رئيسا إن بل سؤال وحي جرا لسود دايو سؤال شهدان لو ده مقلين ولا الكل حلو يها ين سدابال إسك جد ويا أما محا الدواء قفكة والول أو هايستو أما مروجة يا هايستو مروجة ده سدنا عادون طبعا هكاي متو حق عثمان نقطة يا حق دقارة نقطة يا إيو بروبلمية كلا واحد دون طبعا هالنقطة والول كي مروجة ده قفكة يا هايستو سدابال إسك جد ويا هرت واحد ويا نعم مركوه الرئيسة قفك مسلم كي وحو رميسان يهي وحلو يقان القضاء والقدر وحي سوى جهبا وحو لي يهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي بطلع سارنا يا وحو أقي يهي إن وحي دونت ولو قضح يرو مدنا ها هاته إن قدر حق إلهي كقدر إنو يهي مربع دي سجأ ودداليو ووحي إسدوين يا إسلالين يا شقتك يا وحي لوغا باهنا اسو بارتيغي سي قفكه دو كاسو بخايو انت كلو او غاري وايا و هو رميسان يحي وح او نن كلهين ارزاق كلهين او رزقي سان هين ايو امنسان يحي ان ماركا قفكه او هليلو ولولكاسي يا مروغدا يا وحياباس اي كوبتان دينايدو تبا كاتيماده دي ماركا و ريسه انو لازمو ذكر الهي صلاه سنة ياشا نبي عليه الصلاة والسلام حلل إذا حزبه أمر أمر هدي أو نبي حلله وحدي سوى وجهان مشكلة حلله شو كان يفزع إلى الصلاة صلاة عرر الجري صلاة أيوة عرر الجري صلاة محوق عرر يا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد مركو سجود سيهي ومركو وجودوها أضمك إلهي سوجودوها خالقي سأبوري محايا لهالك وش رفض نذبو إلهي أودجاي دولك أو عيد أودجاي مركا وجهيسي مركا هالك مرك وجهيسي دقو ومركا أو أضونك وجدو يا رب سبحانه وتعالى مركا وح أبوي دي سنة آدي آد آدي آد بلوهم جرينا يا إن لقى أقبل مركز مركز رادو كعري ذكر إلهي ببدني سنة ياشو ببدني قراءة القرآن ببدني een inta soo dhan markuu dadaalka uu sameeyay oo dhan uu sameeyana waxa ugu dambeynta marbadul faras ama ku xiri in wixii ilaahay u qadaray uuna u helay buu rumaysnaanaya intaas aanu ku soo koobi lahaa een wixii aan ka tagay sheekha ku dari doona insha Allah ilaahay baa ku xadmaa ku xadta sheekhu ilaahay ibn ashaay sheekhaana okay bismillaah horta waa runtii oo sheekhiina inuu ضدنا درجة استرس أوكي أنا ضدنا باهدة أوكي أنت استرس تذكر أدونك هو حول بدن مرة حيستان مانت تذكر أدونك هو اللي بعطى بدن مرة حيستان الله بدن وحكة وضع مقانون الإيمان سؤال بانك جوابنا مرة علماء إن أدونك ما تبع داعي علم نفسه وحين نصوب بندقين أفر شيء وديته أي كم تاعه أفر صدق أفر شيء وقف كدبوه أنا كحتى أبغى هنا سمين رجينا وجدد مساجد فداه كل ما أسكبه هنا سمين أفر تاشي توجه الرئيس أي صوب بنيه وصلاته هيدا هدين قف تكده لكن صلاة ديسو صلاة هاي نباتو ملة جدو نباتو وبنات هنا بقف قف أني باتوني مجرد نبي قال إجني كيف حالك يا رسول الله الحمد لله على كل حال ذكر هذا باش بكمل هاي وسوي النبي هي يا رسول الله كيف حال مهرد الحمد لله على كل حال ذكر الله يا صبح ما في عنوي أرنتو والنبي كل يبعثه ما حيكسو قال جت بدو مركز كورن إسلامي أو شروي النبي قال شرب قلم بقى وحيد هذا رسولك يا ولي والله بدو خطا صليت وحفصي عشاء والله بدي واحد شيء النبي يقول له ويدو أو بكر يوم يا عمر حنا مركو عاو النبي يقول سويدو حكت هذا أفكاره وريا
تكلمنا حكيت له أفكاره ورياها. أوكي ما حد عاي. سلانتن والنبي وجرسية صفية. قبل يهودية ذا سلكي وهذا وعنت معاني. قروح ذا نكمل دعنيك. ترتر كيف كعب صدر ترتر. حلا هذين ملب بيسجر ثاني ملب كابا أفكار النبي كورا يموت. ما قال رسولك مركو يبدي بوكي يكتري عاشا. إلى هنا وصي شيء. عجى يا رسول الله ها فكاهو أوريا تانو تيك لو تقو يا رسول الله ها أوريا نبي محمد وتقوم كيس رجله يا اللي يروح أوريا صلى الله عليه وسلم استرسي بكري يا موته مركا أبو أشي وكل وركا والله صعدة شركة قشين هي قرارك يا قادة ديش شكل والله صعدة بكل من أنبأك هذا بدأ وقال نبأني العليم الخبير بكل وركي نوان هيا إلا النبي كيف كرسيين وبلدن استريس أقل كيسيا واسكحر من النبي صلى الله عليه وسلم والله اللي واي وتجي واي وحرتها وحق علي استريس من نقطة أوكي حرام النبي الله ها بيل نقر ماشوا وكل قاعد جوني وكل دمارنا ونكو النبي محمد قبارنا شاي مدو يتمون وضعنا النبي محمد بعطيها ينكست حوالات قايبين صح همين كستي بحوالات كسوق عليها أرتي أكو قايبين صح أنا كي نروح ما هينو، زما يرنو، إلهي بأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يا كلا دورنسي، إن الفقر يا كولن ولدان، لكن أي نقطة دمر كعج الجنة ده، يين إسك صعدان، وإلهي كوب بديله، وكو كانوا كوا كلا سيبات وأبكارنا، نبي قلت سوء ريب وكيري إن كنتن تريدن الله واليوم الآخر، آخر، هذا إلهي آخر دورنسي إلى جوا. هذيك ليتنا فتعالينا أصرح كنا صراحا جميلة سيف في عمّا ينفره سيف في عمّا يسوق يدي قريني أوب قرارك ده قرار عادي ما يكون دبر عادي ما حدا نروح عن طورني إلهي يا رسولك يا آخره ما كان بيجي استرس ما قال بسمع قرين أو قال رسول الله لكن محوكم بحسن جري شيخ محمد قرين صلاته أريحنا بها يا بلال أوكي صلاتنا أنتو كنا ما صلاتي لون حيسليتي أنتو كنا واتين نقرأ حيسليسي شيخ ها نقريت باشا انا مجرتك ها بس كريدينا باشا بالات كل راح يستني سيدو الى لا شك يستني سيد ماها ومرك الحمد لله كل شيء كو صدع يا رب العالمين مساكين بان سلا دين وسلا دين كاتوليس مرك النبي وقت كل صلى الله عليه وسلم تاسو ميد كو ده ميد لبات علماء دو اسكو وافقسي وما حي وا ان هاد وخ قلبك كو جيرتا قفاد او ديبتو انو جيرو حاسكا صاحبكا ولالكا ولاشا ان اديركا جاركا نينات كرسوني كونفيانس وين كل هذا كرسوني وين كل نفسيتي انو جرو اوكي تا وها كفيعان انات كل نفسيتي ايو الله الله محور النبي يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله وين دبل وبيضت عيناه من الحزن هل كازو قاعد لكن يو أشكت هو يو أشكت عيسى الله النبي يقول محمد اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي أوكي وحيد هذا ديل كيرن جو حيد هذا أدوك قفكو مرك أو بروبليم كيس قف كده جيست أدوك قف أدوك تقدر هيب الحالة وحى يقول ضعي وحى أو كده جيستون بقول لك يقطن حلب هذا الشيء دختر هذا وحى الأمانات دختر هذا دقيها وين لي إيه مرك أو ترى هذا عذرها لسه يقول ضعي كده جيست marku hadalku wara ka dhado dhibaato ma jirto wan xalin kareyna qofkii uu soo u caafada laakiin wiilka ku dhaado un qalinka bugas dulliga ma arkay dadka waxa ku haya haybaha ora soo mar waxba kuma qaban kaas dhaqtar ma kaas laakiin wiilka ku dhageysta wadis nin la yiraahdo maxamed cali baro doktor oo wadaadana faqihana yaa dhaqtar buu ku leh jidda waa dhaqtar uu maratay internet gudaha ku takhasusay waana faqih weyn oo caalim ah la yaqaan weeyo wuxuu dhaqtar baan lahaa نين بيجي من السعودية وجيران لكن هم عيان يرى نفسي هايسا عنده يستيبولي حنو قريب ورد وير هم عيان ده فرمسي قصت تقو كي يسان يلو فرمسي جيبو تقو دو دي واحد نقطة يقول تمر ريال تمر ريال ده حبا ما حاس سعودي نيجي سعودي يروح يقولي أنت يقول صار نقضي يقول يا طبيب ها أنت مش طبيب هبي أنا دم مسيحان تمر ريال الدواء أنا وادي قرتي الدكتور ما تيجي بيجيبه وحنا نقول هذا ناخذ طبيعي نكني ما دام وحه هي ويا وحه بسيكولوجيا سيكولوجيا كلا إن الوقت السيو
دوين بدنو فيتامينان او قرو ولا صدح بقولو ريال كبحدو يا فر بقولو ريال عمر و حيو فيتامينان عنو فيعنادو ويدهدو دكتور ايش على دكتور ويان نقاسي وا دكتور اوكي ديب دمان اسكو صاحبي marka arinta labaad wax weeyaan inaad ashkatadaada qof ka dhageysto qofka ugu dhageysi badama ilaahay baa wax ka dhageysi badama jira subhanahu wa ta'ala wallahu yasma'u tahawarakum asuma arinta saddexaad dadkeenu aqoola maxay istirxa wax dhaabiga soo baxay nabiyuu nus ma jira istirxa waa maxay weena la sameeyeen inta la iska baxo meelaha badahan fiican iyo geedaha hoos taas ka tago kiliga adigoo ah yaa la siixda ugul bar dhigta waa la siixda صد المريض بالغ بحا ان ادونك دخ جوجتي ادونك ماشي ادو دعشاي تك هاي كتغيسا حقن يا ما حمل وين اسمتغيس حد كان كتغيسا اوكي انكم ماشي انو جعل لاي واسك جلسي وجنادي ما دي جنادي كتغ ما الذي يعذبك ادو جنادي كجرا هم وازواجهم ادي حاسكاغي يا اوبدكاغي يا اصحابتادي متكئين على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وحي كليهن مركي أصدق كاميرا كسو نقطي أدو حوق بدن بصور نقليسا بربلمك مركي أواجه تيسا دحصة تامها أنت أفراد يقودن بيسا علمات وحير عدان وحي اللي هو واجهة إنا نط مشكلتك بحسن مشكلتك وحيستها هي هكا بحسن مشكلتك فهن وروري مشكلتك ومحي ودقالة هل كيك إيماتي ماذا أصبابها misa wa sabab kale adiga ka baxsan hadii adiga sababtu tahay xalli hadii adiga sababtu hayna deegaan iska dhig subhanahu wa ta'ala okay haaskay sasitin hamireysan hadudin ragay miga dhukanta soo baxa hadudin halka baxsan islaanta inaad waajahdid la sheekayso hor fadhiiso haduu ilaahay ku qadaray wad xalin hadaa xalin kar weydna ha iska dabaridin laba shay oo mushkilada ay ni sheegay dadii mushkilada way ku dhex noolihiin خوان نقولنا اخواني في الله بروبلم كان دحفدين لكن مشكلتها كبحوا هلكا اسك فريس اديق هي مشكلتها دي سر فريستا مشكلتها يو كاي دحفدشتي يا تكبخي كريمايو واسويا مشكلتها هلكا اسك دغ واحد كسو قادا مشكلتها اني علي قبصتي اديق ما يسطو علي الحلي علمي واحد جيرادو نفتاده صدخ قيبي او شيكايستا علي بالله حلين ميد كان واحد سمينو سنا نيال غرغوين يا غرتين نقيا ساكو حلي مركها مشكلة ده هكذا بحسن تاسمع أفراد أفرت هالشيء بالله سبيا وحنا نقوم مهم سنة صلاة يدعو إن شاء الله تعالى والله تعالى على وعلم صلى الله عليه وسلم صدح سؤال ود بحال كان صدح لابا هرت لك جواب دونا إن شاء الله صدح سؤال شو قوة رسوح اللي يري وهي ده تنوح صواب حق قراء اسكو مقع عودة الصادعون بالحق كو حق كو دواقية مكر وقادي فاستع بما تؤمر بك كينين وقته انتي هرنا هوس بالغو جري اميك لكن وحال سو غارو مرحله او كلو ايي كدغنت marka asaadicuna bil haqba wa idan meela badan oo dhuki Soomaalida iska ogeysiye maxay yihiin su'aasha kobaad talabaad problem yasha laga hadlay baalid problem yasha ama mashaakil kan waxba ugu badan ba muslimiinta oo koos gareeyaba maxaa khaldan ayay su'aasha kale nahayd tan kalena waxa la yiriyeen alaabtan la yiraahdo masaafaynta iyo qaadista kol hadii nikaah xil la yiri haduuna waligii awoonan raali ka ahayn nikaah ma soconayo waxyaabihii maalinta dhawaan ka sheekeynaynay gabdhahan la qaadanayo uuna odagina isaguna raali ka ahayn maxay xaalkood noqonayaa baa la yiri su'aal is barkana ma arkaysa wayahay en walaal samatar wuxuu soo kordhiyay en arintani culimadu hal iska jira iyo in uun bay yidhaahdeen oo wax badan oo ma keenan sidii looga hortagi lahaa iyo xalalka iyo maxaa la yeeli iyo wax soo solution soo dhiga ma jiraane bal maxaa la sameyn karaa oo kale su'aashu san ha yani maxaa xal oo laga hortagi karaa oo waa amaliye yani wax la taaban karo in tan mid wax la yiri waayadan ba wax laga hadli jiray fiqi iyo wali iyo marka bal taas dib malaha si gaar ah farta ugu soo fiiqaysa meele ta horta waan ka oran tan qoladani asaadicuna bil haq shaa abdiraxmaan wuxuu ka qoray maqaal dheer oo arintan kaga waramayo in maqaalka oo mulakhas kooban ayaan isaga rajaynaya inuu ka yiraahdo in waayadii 80-aadkii sida ay ahaayeen iyo xaaladahooda wax badan waxaan kala soconaa runtii in iyo meelo ilaahay uu ka badbaadiyay
marka problem yashan kale ee de waxaan maleeynaa tan saadicun bil xaqda iyo shabaab iyo hawlaha umbay tan aan maleeynaa yani dadka muslimiinta umbay dhibaatooyinka waxa dhibaatooyinka wada muslimiinta dhukooda iyo dadkooda ay u badan yihiin maxaa khaldantuna iyaduna tan saadicun ta umbay waxaan maleeynaa qayb ka noqon doonta marka in hadii aan wax ka jiraa tan haweenkan ama gabdhahan la qaadayo qaadid ba meelaha qaar kood looga yaqaan meelaha qaar kood masaafayn ba looga yaqaan marka in waxaan filayaa waa arin mucaqad ah oo arin sahlan ma aha in arin hadii aan nidaahna maanta aan ku goyno unoon seefta ku goyno na meelo badan iyo mashaakil badan ayaa daba socdo ka dhalan waxa aan rajaynayaa bal in arimaha masalan maxaakimta dhulkeeni maadaama ay wax dhulkii aad uga macruuf ugu ay tahay oo laga yaqaano oo ka dhacda bal maxaakimtu waxay ka tiraahda iyo wixii xagga maxaakimta maxkamadaha ka qoran ama ay ka yidhaahdeen taa iyada sheekh cabdiraxmaan bay noogu biirin doona laakiin in gabadh la iska qaado oo ehelkeedu aan ogeyn lala dhuunto oo iyagoo oon raalli ka ahayn sidaas hawshii la iskaga faramaroojisto oo meel inta lala tega la iska soo meheersado taa horta wax shareecaddu ay dee ogoshahay ma aha malaha kolka la yidhaahdo culimada qaar ayaa gabadhii gabadh weyn hadday tahay oo iyadii tashan karaysa iyada ayaa hawsheeda u madax bannaantaas meelahaasay malaha wax ka raaraadiyaan dadkani wax samaynayaay una malayn maayo xataa inay taa waxba ka ogyihiin waxna ka yaqaaniin umadaahibta iyo culimada xataa taa qabta inay waxba ka ogyihiin u malayn maayo ee laba dhallinyaro oo isjeclaatay unbaa isla baxaysa isla tegaysa meeshay doonaan waan iyagoo oo isa soo meersaday ama odaygii waxa weeyaan amrulwaaqic amaama amrulwaaqic unbaa la dhigayaayo gabadhii iyo ninbaa halkaasoo kaalay oo dee meheri yacni wax badanood ka samayn kartaa ma jirtee kaala dhammee arrintii ama jeclow ama ha jeclaanin marka horta waa arrin fasaad badan horkacaysa arrin loo baahan yahay weyaan in laga hortago oo yacni aad looga dagaalamo weey waxyaabihii hore usoo dhacay iyo waxyaabaha waxba iminka kasii daba tegi mayno oo dee arrintiisaa ku dhacday maxay noqonayo see la yeela iyo ummado dhan baa ku dhaqmay oo ku dhaldhalay oo adduuno moogtahay marka bal hawlahaasi mastuur ha iska ahaadaane laakiin maxaa xaloho arrimaha lagaga hortegi karaa taasaa haboon baan u malaynayaa oo sidee loo furdaamin karaa sidee loo furdaamin karaa marka arrintaas inaan la ogolaanin in laga hadlo laga muxuu ahaa ee laga wacyigeliyo dadka oo dariiqi saxda ah ee guur loo raacayay dadka lagu baraarujiyo marka taas intaasaan wixii maxkamadaha iyo meeshooda qawaaniin ka yaalana bal sheekhoo maxkamadaha wax ka ogaa ayaa inoogu dari doona arinta jamaacaadka maadaama uu sheekhu baxsi sameeyuu ka qoray isaga ayaan iyadna u dhaafaya jazaakumullah khayr okay ikhwaani horta bismillahi raxiim jamaacada la yidhaahdo asaadicuuna bilxaq kuwii xaqa waxyarata asaadicuuna bilxaq wii xaqa u taagnaaba yasdacuuna biha bihi yacni horta qolo cusub maaha anu markaa maqaalka qoray waxaan ku qoray qadiimatun jadiidatun waa urur hore laakiin cusub adana hore waxay ka dhigan tahay toddobaatanadii buu bilaabmay fikirku iyo kahorba sagaal lixdankii iyo toddobaatankii intii u dhaxaysay jadiidatuna waxa weeyaan dee markii hore waxay ku hoos jireen miiska hoostiisee iminka waxay dul yimaadeen miiska korkiisa bes waa intaa waxay jidid leeyihiin waxaan jeclahay inaan jamaacadan intaana sheegin inaan sheego horta wax dhahdo waxaa jira adduunka islaamka waxa dhahda xarakaad ururo islaama jiraan ururada islaamka dadka muslimiinta ee dabagura diinta faaleeya dad diintay macneeyaan sharxaan waa culmada dadina diintay faaleeyaan faaleeyaan tahay waa baaxisuun waa sheersheero yacni waa rasharshba wadaan diintay baadhaan daahirad baa jirta venemen baa jirta la dhahdo ururo islaamaa jira oo xoog badan oo islaamka u shaqeeya oo ahlu sunna ah ururadaas daahiradaa jirtaay ma sax baa mise waa qalad fikradda horta waa inaan isla garano in ururo islaama jiraan ma sax baa
مسوى قلط علماء وحي ليه نينو أرر إسلام جيران وقلط حي الإلهي وحي هل أرر هجروا جماعة المسلمين جماعة المسلمين اللي رهضوه هل مدحوين له أم بهل بقرة له هجرتوا أوكي علماء قاروا وحي ليه ما هو الظاهرة الصحية وحسك عادية وحا خلدون إنه كبحان أهل السنة والجماعة أفكارته دي إنه كبحان أوكي كمان له إني جيران ماها جماعات مسلمين أنا وحان لي صدح أرمضة يكون خلديني وكو ورطة ما أنت جماعات مسلمين ماها وحجرة دولة مسلمين أجرة ما هل دولة مالين بيري النبي صلى الله عليه وسلم حالهين هل دولة مالين أما ويو هل دولة بعد عبا هل دولة بعد لكن ما أنت واللحي يكتن دولة دوت أو وده مسلمة لحي يكتن مدحوينه مسلمة لحي يكتن بقر مدحويني أمير مقعدان الله مسلمة أنكوا كل سنة قال ما قال نساقوا ما قال ما رجعوا ما تحذينه وضد المسلمين وين لما أنتوا إلى آخر كوا فجية بركة ضد كاس ما ضحى أوكي دول دي بس خلاصا الواقع والرياليتي رياليتي وين أتكشف كيس ما ينادي إنك لا بتماها لبا نبي محمد وجوجا بجماعة جرين نبي محمد وجوجا لبا أوربا جت لبا أورن أورن واحد لونجر المهاجرين أورن واحد لونجر الأنصار لبا أوربا هاي تطبع رمي ورميهن أنا كوشة كسي ورهايين أوكي مركو النبي قد قال لي المهاجرين تنوحوا كدقي قلو أنصار تنا قلو كدقي والله مركو دينتي ويس خلافين أنا كام مدحوين نقرينا يا نكا سالت بخلافين أنصار توحي ترى أنا كام مدح نقرينا مهاجرين تنوحي لأنا كام مدح نقرينا أوكي لا بيكري لا بفكرة ضد سعد بن عبادة نكرنا دو أنصار تمدحوها وبعروا دبا وضغي مركي أو بكر لدورتي oo tuday uu iska tagay maxaa dhacda Madiina wuxuu guuray Sham mana soo noqon bayacna lama galin laa Abubakar wala Umar Umar iyo Abubakarna waa gaalmi oran ma gaalbi dhadeen hay hadana bayacdi oo khatar amu galin barse wuxuu arkay xaqiiqada inuu isagu noqdo uu arkay niga madaxa okay lama fikrado lama oro islaamkii uu jooga khilaafo tarashiga uu jooga ma ka soo durta Cali ibn Abi Talib خوارجتي بقى أصبحي جماعة النقدين وأي مادن خوارجتي واحد كذا دقال بقى قالوا حلو قالوا تجسته صدق شيء حق بدولة أقول الدين أنا أني قرية لا نمنعكم من المساجدنا مساجد دي إني جماعة علينينه فايقة الدولة كل الدين حق الدولة كل الدين وادهليسين وحكستي الدولة كل الدين وادهليسين ولا لماذا إسلام كان وادهليسين إسلام بنا لا إله إلا رسول الله لكن هذا هو سواق عادتان واحد كبح ذا نقرر محمد قتين جبهد وفرام هذا جبهد نقطينا دعمها نقوين بولي أسكر ربعنا سيقع إلينا أوكي حيث هذا مكان محوية وأمير المؤمنين وأقوال هذا إني جيران طلبات وطا مركا إنا تلادي جماعات ما صح ما هو صح ما أريد صدحات محا جماعات كياني حا كياني فكرة والإسلام كيوا لغتكي سيرو سوعنينا dadka ka muslimiinta ka fadhiya ma gidaar oo filinka daawanaya anaku dambe tafarjiin maana spectator soo taqaan kubada qol wey ciyaarta qolno daawata culimada islaamka rag bay doonan baasha ma daawalna waxa qayb galna ciyaarta seenu qayb galla bay dhaadin su'aal baa dhalatay waxa uu war islaamka halkeen looga yimid sheekha su'aashiisa wey islaamka halkeen looga yimid rag baa islaamka waxa looga yimid aqeedada dadka ka xumaatay waa bilaa diin dadku afka uma muslim ka yihiin ya maxaa yalla aqeedadan ka saxayna جماعة ذا مجيء ولا جماعة سلفية هذا. أوكي محمد عبد الله بكى أباه ابن تيمية. هل كان بالغ قد تماه قلبي ما فكرة دي بعد ما بدأ. تذكروا يقالوا يوم يقرأوا هذا شركة بقول الجيران بقى قبوري عبود يا حبيب هذا. قال الله بعض حتى روحه بحكم الجيران تذكروا أسماء مسلمين روح دي بعد ما تي. الدوم بالغ ضبق علي. محاسب هنا بين هذا. هكين حركة دورنا. تذكر آخرة إلهي نحسوسينه. قدام حدا خروج بعد إنه خروج وتقنين جماعة الدعوة والتبليغ أوكي أنك واحد كلام شقين ها نربط الخلق المخلوق بالخالق سبنا كحدا نقفك أوكي قل صدحات بايمتى أروح أنا كشيء جيني زين ما هارنتو ها هل كم بالك أنت هذا فكرك تتكم مسكح مهيان مسكح وجين تقادم بيودي بن عدانك من البهري بلغة ليها من لندن من واشنطن من موسكو
إمي كانوا حصوا بحبيكين مالها باشي لك الجيستي جنوب بقولوا فدية حلقة ولا قاطي محايا الله حلقة نسوع لنا بنادين العقلانيين برا بدرس العقلانية وأوردون وجراء وإسلام أنا كم حدا صلاة كويت وكذا الكلام هذا لنا محايا قال لنا وانقنعين هنا مدح مالك بالنبي بكم مدح وقلا صدح صماه قلا أفراد بصوا بحدي حدا واحد على قدرته بونتيك صاحب وأنا كش غير اسمه سياسة على قدرته dadkii diktatoraha helay aan ku xirna diktatorka maxaa sameeyna islaamkii iyo shuruudahaas ku dhisno dimuqraadiyad maxaa ku dhisna iyo islaamkii kuwaasina yaa ka aba oo madax ka xisbi tahriir xisbi la ur islaamiy u jira okay maxaa wadnaa imi ka bisaa socna afar qolo sharaad baa tiri war islaamka meel kasta waa looga yimid meel kasta baa ka shaqeeyay meelu looga yimid aqoondo ibaado akhlaaq oo looga yimid aka wada shaqeyno kolba intaan karno qoladan ixwaan muslim baan dhaqo maana marka shan maana okay shan taabi qolay ka soo baxay shan tii weyn faraciye shama ka dambe okay masar bay ixwaan muslimiin ku jireen way shaqeynayeen daawad ay wadeen jamal abdul nasir ninkii la hada uu ku biiray kamid buu noqday oo la shaqeynayay madax buu noqday sidii kan uu sameeyay mursade nafsuhu sidii buu sameeyay dawladdii buu qabtay oo uu yeeray wuxuu ka yidhi xisbiyada waan baabiinaynaa way ogolaadeen kharad baahayd xisbiyadii buu baabiyay hal xisbi baa jiri buuri oo ayaa ku jiraya ciidanka iyo anika labadeena oo markaana sharaacada tabaqaya inta uu waalaya moogta sharaacadii baa la tabaqayay waa la soo gudbay tabaq waa sanadka saddexaadkii afraadkii shanaad adiga balan qaaday ma markii dambe xabsiidu ka buuxay markii dambe uu cadaabay wuxuu cadaabay cadaab adduunka la arag si xun baa loo cadaabay si xun khalqiga ka baxsan ragii xabsiga ku jiraa shiray xalan sheekh suukan keena ninkana cadaabay muslim soo gal waa gaal bay yidhahdeen muslim dagu sabuu cadaabay waxa sida noo galaya ee uu ugu cadaabay mid shamsi maxaa loo bedelan baa wuxuu ka yiri law nazala rabbukum la u'adibuhu kama u'adibukum haduu ilaahiinu soo dhaadhaco sida ni cadaabayaan u cadaabi haduu ilaahiinu soo dhaacay sanzaanadan dhigay sanzaanada meesha qofka lagu xidhay maqta halkaa baan dhigay ridqi isaga yaa biiba allah buu sheegaya maymay mid shamsi bedelan la oran jiray shamsi bedelan basuuni kuwi isagoo dariiq socday dariiq waa magaciisa loo bixiyay isagoo dariiqii socda ayay baabuuradan sijiidkay waaweyn baa galo hilibkiisii waxa la kala guri kari waayey berihi hadha rajul laakiin dariiqii uu bixiyay magaca basaaradu dariiq weyn ninka markii dadkii xabsiga way shareen nin shukri mustafa loo jiraa ku jirijiray mustafa shukri wuxuu xidhay ruuxani muslim baa mi waa gaalida isku waafaqay taa ninkii ilaahay caaya سيدنا بالغزالي سلامت الله عليه كتاب بيقرت أيام من حياة الأرض واحد ترمرك عذابه ينكو وحان كيلو هو يانا يعني سي عذابي سا حول عذابي ما إله هاقينا كيلو عذابي هو يانا يعني هاي مركة كتير عذابي ما هو كيري إله هاقينا سورة هذا مكتوب في التاريخ نم باجر قري أروي لأقسمن أن أروي يهو قالبوها كريستانا ولحدنا وحول مركان بحو وحان ورين وحان أركي بوك بكوري هول باركيبون هول عذاب الجهنم لا شك يعني اركيبون لا تسمعني عمر التلمساني شيخ هذا وحول انت لبد لو قد لا يخرو هكا سري يا مد حي قدب انت لا شيد سالو تو دعيني وانا علماء الاسلام هو وين مجري حال اسمي دي مركه دليرات يا ماشي الجوقتي لا عذاب حدثين واروحاني ما قال اسمي سلام قالو حبد هذه كو جوجتو حماتين وحدان شعب كانوا داونين ina yakad nu shaqeynayna ilaahi diinta ugu shaqeynayna nu xadiisayna in iloobay nu daawanayna waa gaala ka tartiinada okay sadex culimada azhar iska dhax fadhida iska eedaamayse allah lacad ka qaadan sidiitana ee waxba la qabalana ayakuna waa gaala dadir waxa hada at-takfirul mutasassil barada gaalaynta istaba socota ma dhamaana sadex marka dabaabii hooyada way maadeen de aabii hooydena waa gaalo islaanteeduna waa gaalad maxay yalaa dibaanu meherin doonaa adiga bilaabatay dibaanu ma garanaysiin
oo cuntada wakiina waa haaraan oo ay ka cunna nagay bada kaloon oo dharkay ay noomay dharkii soo beedhay jiray maadi dharka xitaa dharkay qof u maadhay gabadha noomadhas jina ahmis ku daray madiin baa garanaysa waa inaan soo bada la tii lagu soo beedhay jiray xamarde waa la dawaxay baa ilaahay baa ka beedhay ragga dadka bagara okay dibaato weyn baa keentay ficilan laakiin dibaatadii alxamdulillaah gudaha waxaa joogay sheekh dhaado waxa loo oran jiray xasan hudaybi isla wixina sheekh wal cadaabaya kitaab buu qoray wuxuu u bixiyey ducaatun laa qudaat annagu maxaa nahay buuri daa ciyaal laakiin judgment jannay naar gacanta kuma hayno odayga cumar tilmisaneysa loo cadaabaya laga yidhi waxaa dhintay cabdinaasir allah yarxamuhu ilaaha u naxariisto dhalinyaro gara fadhidaatiri 18,000 buu qabaayo binaadan u dilo ilaahu naxariisaad ku leeda kuwa halku ka gali wuxuu yihi sheekhu low raxima allahu cabdinaasir haduu ilaahay cabdinaasir u naxariista ana halku dhigi day anuu diinta la yixdhay yani basit yani suxun inaan u fikirno mahuur wana positive noqonuuri okay marka ducaatun laa qudaad buu sheekhaasi qoray isagoo xidhan okay raggaasi markaabay bilaabeen labay u kala baxeen haddana qolo mustafa shukrada waxay dhadeen waa gaalo xataa culimadu waa gaalo xataa ducaadu waa gaalo xataa ururada islaamku waa gaalo qoladana waxay dhadeen may ururada islaamku gaalo mahayna wixii kasoo hadhaa gaalaha qolada imika madaxa la soo kacaysa okay taasi waxa weeye horta fikradda wixii keenay saw imatay laakiin markaa waxay dhadeen waana la xirxiriyay waana la cadaabiyay sidii cadaabta taas socotay maxaa sameynaa taxta turaban gallo waan isqarino saddex shay bay sameeyeen oo khatara shayga koowaad waxay sameeyeen waxay dhahdeen fikirka aadaan u akhrino islaamka qur-aanka xadiiska iyo wixii da culimmadu ay qorayeen dhisno oo dadna ha samaysano qaacida sal baxa u bixiyeen qaacido adag sal adag han samaysano salkaabay ku maqlayn afartanka sanee sheegeen arrinta labaad waxay dhahdeen war hadhow markana la haleelo ninkaan is cadayn waana la haleeliyay waxaa inoogu darnaan doona waxaan cunne lacagna han keenno ragga dee meesha adaratan siwara somaliadhukafadhiya soomaarag waa businessmeenna goog ay weeye maa dad caadiya hadday masar joogaan iyo hadday liibiya joogaan iyo hadday sacuudi meel kasta adduunka joogaan lacag bay keeneen arrinta waxay dhahdeen cilmina han doonno dhammaantood wada doctoro doctor cilmi nafsi doctor dhaqaale doctor diineed doctor cilmigii sida u galeen si qayl caadiya saddexdaa bay ku maqnaayeen intii ay afartankii sare idinaga maqnaayeen okay ururkaas waa saas weeyaan anigu markaa fikrad ka duwan maan qabay waan dhegeystay sheekh umal alxamdulilahi xafido culamo kaloo kaasina waan dhegeystay waxyar baan kaga duwanahay inta kale loo gale waa saxdi urur diineed khatara laakiin saddex shay baan kaga duwanahay culimmada kale oon anu dhihi hala daayo anu horta waan ku farxay inay soo baxaan way qarsoonayeen maa haggan ha yimaadiin ragcaad adeer maxaad haysiin han dhegeysanadi waa loo jawaabi taasi horta anu waan kaga duwanahay in laga naxo maa waa in lagu farxo isagoo kugu qarsoon kaor kula fadhiyo inaad gaalta salaadii qaar kugu xidhaan kuma xidhana had wax masal kugu xidhay waxaa dhaa salaa sooli taqaniin allahu akbar uu kugu xidhanaya bas ugula socdaa laakiin waa keligii wax xidhan leanna ad u gaal baa tahay gaal baa tahay ana arkay nin igu ag tukanaya arako maalin jumca salaa jumca salaada jumcaha muxuu sameya isagoo duur buu tukanaya waan u joogaa waa saaxiib baana waa ka joognaa allahu akbar annan waxaa lee maanta ku qabo suu tukan ninkan gaar baan ka hayaa isna gaar bigaal waardiyeyna isna waardiyeynaya sheekhii marka ay gaadhay dee laba rakacood buuna tuuri sheekhii salaadeed assalaamu calaykum salaam markuu yidhi anu markiiba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh isagaa daawanaya inuu ka baxo waa intelligent raggan waa caqli badan nin ka baxay buu iska dhigay kama bixa salaadii ah gacmihi musa yili nin dee dikriya subxaanalladi wadaday istakfurulaadi buu iska dhigay oo kacun allahu akbar sunani xidha buu iska ka dhigay waa duurkii wuxu dhammaanaya ninkaasi tasiwirtee waan ka arkay ragga soo ragga saaducuuna bilxaqi soo baxay weyaan soo maa okay waa khatar kaa ku jiraanay hadday noo yimaadeen dusha soo ma fiicnaad markay waan dala marqaynayna hadde culimmada utakayna hadde xalna soo fadhiistaan adeer waxaanaad haysiin baatil baa ku jira waxaan iska taga
الحمد لله وكو أريد الله ما تقعنا قفك محاسحة واقع صح فكرة دمو شعبية ومضي ورمى مقاشمة ولقو ديدي إساقر دمبا وحنو رمو دي ديبو آقيد شاخيدي باكال علمو دي ونت باكال دي صوماني دا وحكال دي علمو دي عربتا وحكال دي علمو دي باكستانيكا علمو دي دوكونا باكال دي وروحنا قبتين صحما ولا لا آقي إساقي إلاي وحن صح وضح يستي إياد إسا صحي دي الأول فريقهم يسكوي منو أنا كم بصحهم بلا يا لالي إمي كسر واحد شجعان بقول الله مرق مهم أنا أريد أصل هذا العلبة أن كدي ذي واحد وين إن على قدر جمل في أمنية إن الدولة ده حرة سامي كهرجيس لقوا دردك سبحان الله نهاية ماذا حدا شو هذا حرة 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 هقول لك فكرة الله محرة هذا حدد وسوينا تاون كل مر محرة كل مرت وحيد كل قعدة محب محبوب شعب بوبيلاريتي وصلنا صافا ما حدا ها حق يكون جو غير بالغور تفضل مرومين فكرة حوق لقوا مضيع أوكي وان بقلي علمه وين سال الشيخ بربراوي قال هلا قبطله أوكي وحنا نقبا ما حلو قبني بربراوي ودا دحرقن كام علم بندو الشيخ دير ودا دح كام علم بندو ها الشيخ مصطفى حج ما حلو ودا كام علم بندو أمضيه دا دح سوف ريستك دح تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وحبي أمسين وتقي أمي وحبي قرقريان ما تحسين ما أقول لا بس شيء وفي عنا وكار كي مكاك فكرة ده مكانه رناها مكان قريب horta way soo taadawreen waxa dhadeen annaku umma muslimiina maayo muslimiin ta kamidna hayleen soo ma fiicna taas markaa horays awl xoolo jaanu annaku waa muslimiina ma taa maxay waxa kamidna hay muslimiin talaba waxa dhadeen dadka kale muslimiinta ana khair baan u hayna iyo wanaag okay waad fiicanti labada way noqof kale yaraado inta inaga xun baan iga saxaynaad marka arinta aan aan islahaa waa taas maartay maxay dhahdo maartay sheekh alkii bashka imatay iyo waxa uu imatay markaasi waa een waxaan wadnay yani wa ina sidaa u fahanno qolada soo beertay waxaan kale oo kaga bixi doonaa waxa hadda ku dheeraaday qolada saadicuna bil haqqi dhahdo een waxay aaminsan yihiin saddex mabduu waaweyn oo khatara mid walbana waa sax asalkeegu laakiin waxa u baahan cilmi tokobad wa maxamed aaminsan al hakimiyatu lillah hukun yaas kale allah baas kale aaminsan okay laakiin waxa ku leeyahay وحول بوين إله الويديو وحول الواحد جري له ونودا ينا أنا كهذا الله دي كده هجيت كسام مرة إنما وراها كهلا ناس جيت كلام مرة استمرت وحاس عقلي أنا لغتها كسامة وحك استبي يكسابي لي لا واحد يروح إلى عقلي أنا لغتها وأنا علمي وعمل وش كانوا أرين طلبات خطرت وفي عن لكن ينونا هل سنقول إيش رحينا دتك وين لو جير عبادة ذا من لبات عبادة دتك وفو أو هذا قلت طاي الدعوة إلى العبادة أوكي إمي كدتك أنت هو بدأنا مسلمين تا وواحد جلس إن رميسان دتك هنا إني عبادة وصلاة ده وتحيم جلس تحيم غير هنا تك اسمه أنت أنا هو بدأ محرم سنة نوشر نمحيان وعبادة لكن يجوا يقولين مسلمين ترى مرة رميسنا وين رميسينه لا يا أخي في الله دعوت واحد شقيني سبق راسله توليق باشق إخوان باشق سلفية شقي صو علماء مستقلين وعادي شقي صو أتون كم حالة صوف هم هنوالي أدرى أتون تك هو يرونه يرونين مفهم سنة عبادة تك هم برنو ها ضد بدل مفهوم سنة هلا صح وصح وعرفنا طلباتنا وتأويل هندا صدق هذه الرومانسية هنا محي الجاهلي وعرض وعكليه ضدكو أو داني دي توي كبحر ارتدت البشرية من جديد مر لبات بيدتكو دي توي كبحر حتى الذين كانوا يسمون مسلمين حتى قوة الأورنجي مر ما هو مسلم ما حتى الذين كانوا وحي كورونا يعني ماشي الله يقان العالم الإسلامي ما هو عالم إسلامي والله يقانه ما يسمى بكلمة صلى ماشي الله يقانه يظن ويكب حد الدين أوكي تحسين الله خلط يعني صد عشر بيرو ميسيين صد عشر وين لقلط هذا جاهلية ما جرتها هاو جرتها النبي يقول حكير أبي ذر فيك جاهلية قف جاهلين ذو جرى بعض الجاهلية لا لكن تذكر الجاهلين ماذا نقول تذكر إله ومد عبد الله في قرب ما نعبد وين أصلا كرنا مركا إن لا نقاشه بين صد عشر بيرو ميسيين أنا أقول حاسلا هاي سيدي الله هرتقي وين الله الله هرتقي علمي يا مسكح تكل إنا نلقو قصبي لكن ملفك دي مارتي معرضة فيلكا فيل باتي لسما إلا قدقين فيلكا إلا قدقين سكيورتي سيدي مكال لقو قصبي دولدي سوان لاد وقارة حدة شركة دار رقية شغدة كيري ورقو محا شغدة وقيري إمي قهدون نقرأ دو قال باتي إذا بدو إيما دوش إيا كميدا أدى حمشيرو قال باتي ما قالوا بي ما قالوا بي ما لن نقاشون لكن يسقوا عنو ماركين وقاليه ولا الكبار ماركها مسلم بويه وليه وضد في عن شقلك وفي عن سفي عن شقلك وصباحه
دسم انا خلاص وقت في انت لا صاحب ولا شقي لكن شقدي كيري لا دغالا ولا شكو ادكه كو واحد كسي دغاسا بركه مرق وحاسب انه كور جدا وان لا نقاش ولا شكيش ان شاء الله تعالى ساسا اقول والله تعالى على وعلى يا قلت له هو صوت دور ريال التوكتين وخلد وخلد وحاسو انه غلط.